فانت عمال كل 30 ملي سكند يبقى ادجست الباور بتاعك. معلش هي الباور هي 1 بت شفتيها ب 1 اعلى 1 ديسيبل شفتيها ب 0 انزل 1 ديسيبل ده في الكنترول صح؟ ده في الكنترول. طب ما تبعتش حاجه كونست بس هو ما بيحصلش ده. انت كل 30 ملي سكند يا بتقول لك اعلى 1 ديسيبل بينزل 1 ديسيبل اعلى 1 ديسيبل بينزل 1 ديسيبل لان احنا دايما شاكين فيك ان الباور اللي بتاخدها دي زياده عن المفروض. كل 30 ملي سكند بيتم لك ادجستمنت الباور كل تايم سلوت بيتم لك ادجستمنت الباور على مستوى ال 10 ملي سكند تتدخل الار ال سي. وعشان كده الباور كنترول عندنا نوعين نوع كلوز لوب والكلوز لوب والكلوز لوب بتعمل نوعين نوع بتعمله النوت بي ونوع بتعمله الار ان سي. النوت بي بتعمل باور كنترول عليه في حاجه اسمها انر لوب. ليه انر لوب؟ لان انت بتعمله وزن الفريم وده كل فريم فاسمه اوتر لوب. تاني الباور كنترول عندنا نوعين نوع منهم اسمه كلوز لوب. الكلوز لوب ده بتشترك فيه النوت بي والار ان سي. النوت بي بتعمل لك ادجست للباور كل 30 ملي سكند فاسمه انر لوب جوه الفريم. الار ان سي بتعمل لك كل فريم فاسمه اوتر لوب. فاحنا عندنا نوع اسمه كلوز لوب جزئيه انر لوب واوتر لوب. انر لوب بيبقى كل 30 ملي سكند مسؤول عنه النوت بي واوتر لوب مسؤول عنه الار ان سي. يا تقول لك بقى لا اعلى بالمارجن بتاعك نبتدي نلعب على مارجن جديد في الباور او اعمل هاند اوفر وده اسمه اوتر لوب بيتم كل 10 ملي سكند. في نوع تاني اسمه الاوبن لوب ده اللي هو في بدايه الكونكشن تبعت سيجنال ما وصلتش ما جالكش اكنولجمنت تعلى سنه تبعت ما جالكش اكنولجمنت تعلى سنه تبعت ما جالكش فده اسمه اوبن لوب اللي هو بيبتدي في بدايه في الاول ستارت اب الكونكشن ستارت حضرتك لازم الاكنولوجي تجي لي قبل 30 سكند عشان اعرف كل 30 سكند فيه اكنولوجي. هما في بلاي ما بين النوت بي والموبايل هتلحق توصل وترجع تاني. انا مش سنكرونايز سنكرونايز يا عمر ليه في بلاي هنا سنكرونايز ماشي. دي يا جماعه هي انواع الباور كنترول. احنا قلنا معلش الاوبن لوب ده اتفضلي يا سامي. طب دلوقتي انا كده الباور بتاعتي مش ثابت يعني انا في ال2 جي كنت بقول له لا انت خليك على مثلا انت ابعد 8 وانت ابعد 2 علشان كده مظبوط. هنا دلوقتي مش ثابت على مثلا انت ابعد 8 وانت ابعد 2 علشان كده مظبوط. هنا دلوقتي مش ثابت على مثلا انت ابعد 8 وانت ابعد 2 علشان كده مظبوط. ثابت على مثلا 30 ملي سكند وبيتغير كل 30 ملي سكند. لان ليه التغير؟ اصل ممكن يبقى فيه يوزر تاني متاثر بانترفيرنس فبعت مسج لكل الناس قله فانا قل وهكذا قاعدين بعمل مانج ليك وللناس يعني انت صوتك عالي فاقول لك وحد تاني كان صوتي عالي فبقول له لا انت وطي صوتك وانت قل. انا مش بكلمك كل بكلم كل الناس فانت ممكن تقليل الباور ليك ده كان عشان حد تاني متضرر. طب لو كان تقليل الباور ليك اثر عليكي هلاقي ان السيجنال في الاب لينك مش جاي لي كويسه هقول لك لا قلل الباور. فانا على مستوى 30 ملي سكند في تغيير. طب افرضي بسبب ده اللي الشانل كواليتي كانت وحشه قوي ما هو كل 10 ملي سكند الار ان سي بتشوف التشانل كواليتي عامله ازاي. لو شايف الدنيا مش كويسه معاكي تقول لك اعلي بالمارجن او لو انت بعيد عن البيز ستيشن ممكن اقول لك انزل 2 جي. ليه؟ اصل انت امتى بتحتاج تبعت باور عليه وانت بعيد عن البيز ستيشن. فوانت بعيد عن البيز ستيشن دايما بتاثر على الناس. يعني انا دايما كان نفسي في 3 جي اكونكت بالناس القريبه بس كل البعاد دول هيبعتوا باور عليه. فكل بعض دول ممكن ننزلهم 2 جي لو كانوا بيأثروا على ماشي. بس مهندس احنا قلنا معلش الاوبن لوب دي الاوبن لوب دي في بدايه الكونكشن تبعت سيجنال ما وصلتش زود سنه ابعت ما وصلتش زود سنه ابعت وهكذا. وعندنا 16 بروب 16 ليفل بتزود ما بينهم بتبتدي ببروب زيرو ببروب رقم يعني بروب زيرو ده اقل حاجه بعدين ما فيش والموبايل بتسيبها فيه القيم دي ماشي. هو هندسه باور هندسه ده حكاية الباور كنترول رخم شوية في السي جي. دي الكنترول هنا مش اكيد برضه يعني فين؟ حكاية ان انا ابعت مينيموم 8 مينيموم
ممكن في مره ابعت فيها دي تبقى ده في بدايه الكونكشن بس تبعتي اقل من الموضوع. لو انت واقفه على السيل ايدج ممكن ما توصلش، لو انت قريبه هتوصل. ايوه طبعا انا بتكلم ان هي مش اكل برضه. ليه مش اكل برضه؟ عشان ممكن تكون بتهرب. طب ما لو ما وصلتش عندك برضه ما هو انت بعد ما ابتدي معاك الكونكشن مش بسيبك على الليفل ده كل شويه بقول لك نزلي او اطلعي نزلي او اطلعي، يعني مش بتفضلي ثابته على الكونكشن ده. ماشي. وانا بميجر ايه النوت بي شايفه السيجنال كواليتي بتاعتك في الاوب لينك، لو شايفاها مش بكواليتي كويسه هتقول لك علي الباور. انت كنا بعرف منين ان انت بتبعدي في التو جي، لما بتبعدي في التو جي الباور لينك بتسابلها كانت بتيجي اربعه جت ثلاثه جت اثنين، يعني معناها ان انت بتبعدي اقول لك علي الباور. فبعت لي الكوماند في 30 مللي سكند الجديده اقول لك علي الباور. يعني هو بيتشيك عليك كل 30 كل 30 مللي سكند النوت بيعملها بيسنس انا امتى بقل او امتى بعد او بقل. بيسنس من الرساله. ما هو انت بصي من كل 30 مللي سكند مش لوحده، ال 30 مللي سكند دول انت بتبعتي فيها سيجنال يسنس هو ويرد عليكي في بدايه الاوبوينت او 6 مللي سكند الجديده بباور ليفل معين انت كده كويس لا وحش او ايه. طب وبعدين تبعت سيجنال يسنس ويرد عليكي في بدايه الاوبوينت او 6 مللي سكند يسنس وهكذا. مين اللي بيعمل كده؟ النوت بي اللي هي البلاي ستيشن اللي عمال ايه تنفيشيت معاك في الباور بتاعك. لو بتاع دي بتخرف وشقود او الدنيا مبوظه الفيديو كواليتي شانل بتاعتك الار ان اس بتتدخل كل 10 مللي سكند تشوف ايه الدنيا. طب هو ده مش بيسبب عليها لود؟ لان مش انا بيعمل معايا كده انا بس، ده بيعمل مع لا لا بصي اي بروسيسنج ما تضايقيش منه، يعني اني بروسيسنج ما تشيليش هم هاردوير بيقدر يعمل ده. دي البلاي ستيشن اهي مفيش، انت بتقول واحد انت زيد 1 ديسيبل، واحد تاني انت قل 1 ديسيبل وهكذا. ال 1 ديسيبل ادجستمنت اتريت اوف 1500 مره في الثانيه، انت لان 30 مللي سكند تيجي 1500 مره في الثانيه، فانت على مستوى ال 1500 مره في الثانيه عمالين نادجست معاك. طيب افرض بعد ال 10 مللي سكند الدنيا ما كانتش كويسه، الار ان سي ممكن تعلى بالمارجن، تقول لا الراجل ده ما ينفعش في المارجن ده. إيه معاه مارجن جديد وجوه بقى الفريم ابتدي ادجست معاه. يعني لو لقى السيجنال كواليتي بتاعتك مش كويسه بعد الفريم تلاقي الار ان سي بتقول لك لا اعلى بقى مارجن جديد. ماشي؟ يعني ايه يعني مارجن جديد؟ يعني انيشيت مارجن جديد مع الراجل ده. ماشي؟ احنا هنا بنعلن. بص انت ممكن تبقى بتبعت بخمسه هتبعت خمسه مرات بالنسبه لك تقول لك لا انزل ما تبعت اربعه ونص. لا اربعه ونص مش كويسه خلاص تبعت اربعه وين 7 ده ايه على مستوى التايم ستوبس. طب الار ان سي لا الار ان سي لو لك الدنيا معاك مش كويسه هتطلع 1 ديسيبل وتبتدي تدرب على 1 ديسيبل اللي هي مع النوت بي. يعني انا على مستوى الار ان سي هتبعتي لو شايفه الكواليتي بتاعتك وانت عماله تلعبي على الخمسه ديسيبل مش كويسه تطلع معاكي مارجن جديد 1 دي بي او ممكن 2 دي بي على مرحلتين وتقعدي بقى تلعبي في القيمه ديت مع النوت بي. تلعبي هي 5.1 ولا 5.2 ولا 5.3 لا كل شيء عامله كل اليوزر. ماشي. طيب يلا كده ندخل درايف تيست ناخد خمس دقايق بريك وبعدين ندخل درايف تيست عشان خلاص درايف تيست في ساعه. ماشي ساعه.